السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نصلي على سيدنا محمد. اليوم جمعة من الأجر بالثواب. اليوم رجعت لكم في وصفة جديدة باش نعملوا شروب النعناع طبيعي. عندي هنا النعناع البلدي، النعناع البلدي معناتها النعناع متاع الغابة مش متاع السوق، أو كيما تشوفوا فيه ورقة جويدة قاعد يجي الشرب نتاعو بنين وريحته فيوحه والقوم نتاعو فيوحه. نفرزوه بالعريف، العريف كيما الهكايا كيما تشوفوا هكا، نعملوه بالعريف العريف. والعرفه اللي فيها الوحده نتاعو طويله نقصوها بالمقص، ومن بعدين نغسلوه ونوريكم كيفاش باش نتاكلوه مع بعضنا. هذا النعناع نتاعنا فرزناه كيما الهكايا كيما شفتوا، مشي نقص منه القصب هذايا الزايد باش نحيه. نقص النعناع نتاعنا، نغسلوه النعناع نتاعنا عدة مرات حتى يتنحى التراب منه. نغسلوه بالكدا بالكدا بالقدا بالشوية تراب يولي نضيف. توا خديت طنجرة رميتها على الغاز، باش هنا عندي زوز كيلو سكر، نصبهم زوز كيلو سكر. نصب عليهم اسمو إترا ونص ماء، هذه إترا، ماشي نزيد نص آخر. نصيت الماء، حرتهم نحطهم على نار، نحطهم على النار هادية حتى لا يذوب السكر. كيما نشوفوا السكر نتاعنا قعدت نحرك فيه على النار هادية لين ذاب السكر. هاي تجي نهزو من الغرفة هكايا ما نلقاوش حبيبات سكر، هاكا نهزو هاكا ما نلقاوش حبوب سكر. السكر نتاعنا ذاب بكدا بكدا. عندي عصير، مش نرمي عصير كعبة خالص كاملة، لو كيما تشوفوا نعصر نص الأولاني ميسالش حتى إذا كان طاح قلب من القارص، تو بعدين نهزو بالمغرفة ما يقلقش. ونزيد نرمي عصير شطر الكعبة الثانية كيما نشوفوا هكايا. الزبادي الطريف هكا حتى هذيك انا قاعد ما يقلقش، هذايا بما ان نحي مساج ونحطو يغلي، نحطو لين يغلي بالقدا. كيما نشوفو السيرو نتاعنا معناتها قاعد يغلي. عمل الكشكوشه هذه، الكشكوشه هذه نحاولو ان نلموها هكايا، نلموها بالمغرفه هكا نحيوها. نحيو الكشكوشه البيضه هذه باش بعدين الشروب نتاعنا يصبر بالكدا وما يسكرش. هاكا كيما نشوفو هاكا كيما نشوفو العصير معنتها المشروب نتاعنا السيرو نتاعنا ولا جاهز. كما تشوفوها هذه القارص كيفاش لونها، ونقارنوا بالقارصه اللي مرميناهاش، راه تراو في الديفيرونس نتاع لونها كيفاش. هذه لونها ولا ذهبي، عندها السيرو نتاعنا جاهز، وهذه راك كيفاش لونها، عرفت لون تغير. نهزوا القارص، فين فما شويه كشكوشه كيما هكايا
نزيد اللموه. لميت السعيكه نتوب الغليانه وكنزيد تلمت شويه، تم نلمها هكا شويه. تو باش نرميو النعناع نتاعنا، النعناع نظفته قدامكم، نظفته ريقلته تقريبا معناتها 5 6 رطات نعناع، كل حد حسب اش عنده النعناع. نرمي النعناع نتاعي، نطفي على الغاز، نطفي عليه الغاز، نرمي، نحاول نغطسه هكايا، الغاز طفيناه كيما تشوفوا، النار مطفية، بعدين نرمي ربطة ثانية، نحاول نغطسها هكايا، نحاول نغطسها في السيروب. النعناع بعد عمتو عرف وعمتو بالخيط بالفتلة باش ما يتحلش في وسط السيروب، واذا كانت تحل ما يقلقش، من بعدين نصفيوه نعملو نرميوه في الكسكاس ونصفيوه. انا ربطتو، كانت تحل ما يقلقش نصفيوه في الكسكاس، كان ما تحلش نهزوهم بربيطه بربيطه زاد كيف كيف نحطوهم يستقطرو. وهذا هو النعناع نتاعنا كيما تشوفوا، حاولوا نغطسو في السيروب هكايا، نحطو مثلا انا عملت الصباحة نحطو نهار كامل، العشية نصفيه ونريقلو، وإلا نبيتو ليلة في الفريجيدير. قد ما يقعد في السيرو النعناع نتاعنا قد ما يخرج البو نتاعو. وكيما حكيت لكم النعناع نتاعنا راهو نعناع عربي، هاكا اللي ورقته جويدة تبدا البو نتاعو بنينة وريحتو فاوحة، مش كيما النعناع نتاع السوق، هاكا النعناع اللي ورقته الخشينة. اللي ما وجدش النعناع العربي هذا يعمل النعناع الاخر. نغطيوه ونحطوه. هذا النعناع نتاعنا بعد ما بيتناه، يا يعني نبيتو الليله ولا نحطوه من الصباح للعشيه يرتاح. تو كيما تشوفوا تو مش نصفيوه، هذا لون النعناع، لون شرب النعناع نتاعنا طبيعي. انا مش نكمل نصفيه، هذا الشرب نتاعنا بعد ما صفيناه ببعضنا، توك عاودت رميته على الغاز باش نحطه حتى يغلي. هذا السيرو نتاعي اوكا بعد ما ريتوه غلا بالكدا، توا باش نطفي عليه. وعندي هنا نص دبوسه روح نعناع باش نصبها في وسطو. قبل نرى هذه هذا مثل النعناع هكايا، نجم نحيوها هكايا بالمغرفه، نحيوها بالمغرفه خاطر هيك من النعناع، خاطر النعناع الطبيعي وكذا صفيناه هذا كل شيء. تو باش نصبوه هكا، نحركوه باش يزيدوا في النكهه، زيتي قوي له النكهه نتاعو، الجو يعطيه جو بنين ويعطيه لون اخضر مزيان اهو كيما تشوفوا هكايا، لون اخضر مزيان هكا. نحركوه هكايا بالقدا، ناخذ نحركو فيها هكايا تقريبا مدة كم مدة مش طويلة ياسر، هكايا نحركو هكدا هكدا ومن بعدين نحطوه يبرد. بعد ما يبرد وحنا نعبيو في البيبس كيما نشوفو اللون نتاعو كلونو مزيان هكايا. الشروب نتاعي يحضر، حطيتو لين برد، برد بالباهي. توا عندي شقوفه كيما هذوما، شقوفه نتا انا عندي شقوفه نتاع عصير، هذوما شريتهم بالعصير، نظفتهم بالقدا وخليتهم لينشاحوا كيما تشوفوا فيهم شايحين نظيفات. توا مش نعبي الشروب نتاعي كيما تشوفوا هكايا، انا نعبي فيه نعبي الشروب نتاعي، ريحته فيها شهي روحي الشروبات. هذه
كبتينيا. هذه كمية الشروب اللي حصلنا عليها، هذا شروب كونسونطري تو باش نقدموه في كيسان. نصبو تقريبا ربع الكاس هكايا، بعدين نصب الماء البارد. اللي يحب يزيد الكلاص نجم يزيد الكلاص، انا الماء نتاعي بارد برشا مانيش باش نزيد الكلاص. كيما تراو لونه محلاه مزيان لونه. زي الكيسان نتاعنا برون ديلا خارص وبديم نعناع. وهذا يشربو نتاعنا تقدمناه بالطريقه هذه، نبردو به سخانه القايله بنين ويفرشك وينشط وصحي وفيه عدة فوائد خاطرو بالنعناع الطبيعي. ان شاء الله يعجبكم وينال اعجابكم ورضاكم. نطلب منكم كل تعملوا لي ابوني للي شاهد القناة اول مرة باش يوصلوا كل جديد، تكتبوا لي رايكم في الكومنتار وتشجعوني، تشجعوا قناة مريم كيتشن مريم هاشتيك باش تكبر القناة بكم. وإلى اللقاء في فكرة ووصفة قادمة إن شاء الله.